نعم أحسن الله إليكم أم إبراهيم. من أسئلتها فضيلة الشيخ تسأل عن حكم مشاهدة النساء لأشرطة الفيديو التي يلقيها الرجال في المحاضرات وغيرها، هل في ذلك حرج؟ لا يجوز استعراض الصور، لا يجوز استعراض صور ذوات الأرواح لا للرجال ولا للنساء ولا لغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، واستعمالها رضا بها، استعمال الصور وعرضها رضا بها واستعمال لها، والمحاضرات والدروس يمكن الحصول عليها من الأشرطة المسجلة بسماع الصوت دون الاحتفاظ بالصور. نعم.